مصر الحلوة، بنصبح على مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. صباح الفل على كل حضراتكم، ونهاركم لذيذ جميعا إن شاء الله، وصباح العسل. صباح الجمال عليك يا كريم زميلي العزيز جدا، صباح الفل على كل حضراتكم الجمهور اللي دايما بنحبه كل يوم. والله بنبدأ كده الحلقة يعني عندنا طاقة إيجابية، وعندنا إن شاء الله كمان كلها أخبار إيجابية، ومصر جميلة. يعني يمكن الفيو اللي احنا شفناه دلوقتي قد إيه بلدنا بجد بلد جميلة وبلد حلوة قوي قوي. يعني يا رب دايما كده على طول نكون في تقدم ونكون كمان احسن حال. قبل ما نبدا حلقتنا واخبارنا نقول بقى على امبارح، احنا كنا خلاص المسابقه خلصت، الاجابات ما حدش يقدر يبعت دلوقتي تاني. احنا كنا بنسال حضراتكم متى تم انشاء ملعب التتش، وكان اسمه قبل ملعب، يعني قبل ما يطلق عليه التتش كان اسمه ايه. فده السؤال ناس كتيره جدا بصراحه بعتت على صفحه على الاهلي تي في على تويتر وفيسبوك وانستغرام وعلى صفحاتنا الشخصيه، فناس كتير قوي بعتت. انا نفسي كله يكسب والله، بس للاسف احنا هنضطر ان احنا نختار بس ثلاثه، وان شاء الله النهارده هيكون السحب اخر الحلقه، وزي ما قلنا يوم الاربع باذن الله هيتم تسليم الجوائز اللي هم الثلاث البومات. فبالتوفيق ان شاء الله بقى للفائزين ان شاء الله. وطبعا اللي مش هيحالفوا الحظ اكيد الالبومات هتكون موجوده كده كده. أيوة. في كل الاماكن اللي احنا قلنا عنها في اللقاء اللي طبعا كان من يومين ثلاثه فاتوا.